المناقشات في جوهر، وغادي نبداو بشويه ديال السياسه هي الاولى. انتم السيد الوزير ربما غادي تقبل عليكم هذا الخطاب، لان للاسف هاد ثلاث شهور ديال كوفيد كانوا القلوب حنا شويه وكتجيو لهذا البرلمان وكتسمعوا. نشكروا الحكومه، نتمنى عمل الحكومه. انا كبرلماني راه كنقول البرلماني خصو يدير خدمته، يساند الحكومه الا كان في الاغلبيه عبر التصويت، يساندها في الندوات حزبه ما كاين مشكل، ولكن البرلمان خصنا نبينوا النواقص الحكومه ونراقبوا عمل الحكومه. هذا هو الدور ديالنا، ما عطاناش شي دور دستوري اخر من غير هذا. ولهذا فعلا حنا كبرلمان نقدروا نشكروا الموظفين، اما الحكومه الا بغات تشكر كتشكر خمس سنين لخمس سنين، تمشي للانتخابات الا صوتوا لها المغاربه هما اللي غادي يشكروها، وحنا الدور ديالنا هنا الا كان شي نقص نبينوه. نشكروا الموظفين، نشكروا الاطر الاداريه، نشكروا رجال الامن، نشكروا رجال الصحه، ولكن ما نشكروهمش بالشفوي وبالهضره في المنصه، نشكروهم اليوم في قانون التنظيم الماليه، في القانون الماليه، ونخرجوا لهم تحفيزات وتعويضات على هاد الثلاث شهور اللي ضربوا. اليوم نتفقوا كبرلمان هاد القطاعات اللي ضربت تماره وضربت الكرسي في هاد الثلاث شهور، نخرجوا لهم تعويضات، نخرجوا لهم تحفيزات. كما كدير انت السيد وزير الماليه مع الناس ديالك اللي كيمشيو يجمعوا الفلوس، ومزيان انا كنشكرك عليها، كتعطيه بريم تروازيام موا كاتورزيام موا، بريم دوبجيكتيف، بريم اللي فاق بكري، بريم اللي خدم مزيان، هذا هو العمل اللي خصو يكون في الاداره. نفس الشيء بغينا يكون عند هاد الناس اللي خدموا في هاد اربع شهور باش نحسوهم، ماشي نشكرهم بالشعارات ونجيبوا نعطيهم الهضره الخاويه. ولكن راك شكرتيهم انت السيد رئيس الحكومه، قطعتي لهم ثلاث ايام من الماندا ديالهم، بحال الفرملي، بحال الطبيب، بحال الشيفور، بحال المدير عام كيشد 7 مليون في الشهر. واخا هذاك عنده 3000 درهم في الشهر، الا حيدتي ليه ثلاث ايام كيكون عنده عجز في الميزانيه، واللي مول 7 مليون حتى هو كتعطيها ليه. اول قانون ماليه تعديلي جبتوه جبتو فيه ارقام ديال كورونا، يعني باش تعرف كورونا طرات ضربات العالم كورونا. ما عرفتش جبتو شي 11 مليون ولا 12 مليون، انا بعدا شخصيا ما بقيتش متبع الارقام. المغرب دابا واصلين 14000، 9000 براد، 9000 كذا. ولكن كورونا ضربت كذلك السياسه والسياسيين في المغرب، ضربتنا للراس، دازت لينا حنا من الحلقه العقلي ديريكت لينا للراس، وعلى راسنا الحكومه السياسيه، وعلى راسها السيد رئيس الحكومه. حنا كوفيد ما هبطتش لينا للريه، طلعت ضربتنا ديريكت للراس، وبينات الحقيقه للمغاربه. ايامات الازمه شكون اللي خدام؟ خدامه وزاره الداخليه، خدامه لجنه اليقظه، خدامين واحد 6 أو 7 ديال الوزراء، كلهم ماشي سياسيين، والمخير فيهم يوريني اش من شبيبه فاش كان قبل ما يجي لتا وزاري، يعني كلهم يا اما وزراء مصبوغين يا اما تكنوقراط. وحنا السياسيين كتلقاهم في العشيه شادين الفيسبوك وزوم مع 10 د الليل كيديروا الندوات ويديروا اللقاءات. واش بعدا اللي كيخدم بالنهار كيفيق مع 7 د الصباح وكيخدم حتى 10 د الليل غادي عنده الوقت فاش يمشي يهضر في زوم وفي الفيسبوك؟ هادو راه كانوا ناعسين. وزراء السياسيين كيظلوا مجبدين في ديورهم دايرين الكونفينمون، وفي العشيه كيعطوا الدروس للمغاربه. كاين غياب من العضو الجماعي لرئيس الجماعه لرئيس المجلس الاقليمي لرئيس الجهه للحكومه السياسيه. وربما العلماء، انا كنقول من دابا عامين او 3 سنين يلقاو الدول هاد كوفيد وهاد كورونا اللي ضربت العالم، ولكن دوانا حنا والله لا تلقى من دابا 15 ولا 20 سنه مع المغاربه. والدليل واللي صمتهم غادي يخرجوا لكم في 2021 وغادي تشوفوا نسبه العزو شحال غادي توصل. والدليل على هذا كما قلت الحكومه السياسيه ورئيس الحكومه، لأن رئيس الحكومة أكبر منصب سياسي يصبو إليه أي سياسي يمارس السياسة في المغرب. رئيس حكومة ما قدرش يتدخل يوكل 100 أو 200 في بداية كوفيد، تولاو الفيديوهات ديالنا كيخرجوا في العالم كامل. الأولى التعليمات ديال جلالة الملك باش عطى أمر. ورئيس حكومة عنده 48 مليار في الإمدادي في النفقات، كينظموا المؤتمرات عالمية وينظموا، ما يقدرش يخرج تعليمات ويدي كل هذوك الناس المخالطين، وهذا حتى تعطى التعليمات من سيدنا. رئيس حكومة كيجي للبرلمان، عرفتي شحال من واحد عالق عندك في المغرب على برا؟ قال 8000، جات وزيرة سياسية في العشية قالت 22000، جا وزير الخارجية لغت ليه قال 32000. رئيس حكومة في قارقة التلفازي كيخرج كيقول عندنا 130 ديال الموتى في الوقت اللي كنا مقيدين 183.
بيني وبينك المغاربة واحد الوقت ولاو كيقلبوا على المعلومات السياسية ديال الحكومة عند صلاح الدين الغماري وعند الدكتور معتوق أكثر مما كيقلبوا عليه عند السياسيين. مؤسف بعد دستور 2011 والفصول اللي تعطات للحكومة الجهاز التنظيمي ديال الدولة والسلطة التنفيذية كان عندنا فراغ في الكرسي ولا عندنا فراغ ما نفهمش بتاتا. ولكن للأسف الأحزاب اللي استفدت من 20 فبراير ومن الدستور ديال 2011 ما ناضلاتش باش توصل لهذا الشيء. ولات رجعنا من رئيس وزراء رئيس حكومة ما عندوش. أنا كيبان لي الحكومة اليوم السياسية كدير مهمة كتابة الضبط في علاقتها مع البرلمان. ولا عندنا رئيس كتابة الضبط كيفصلوا ليه الإداريين والتقنيين ويجيب لنا الشغل للبرلمان. والدليل هو القانون 22-20 اللي كيفاش صدقتوا عليه في مجلس حكومي ولا قلت ليه كلشي يضرب هذا الكرا. سيد الوزير في بداية الأزمة جا سيد وزير الداخلية للبرلمان وجاب لنا قانون استثنائي مرسوم بقانون من أجل إعلان الحالة الطوارئ الصحية. أنا ماشي ما كناش كنفهموا في القانون وإني كنقلبنا على البلاد ودوزنا المادة واحد ودوزنا جوج ودوزنا ثلاثة ودوزنا المادة ستة وعرفنا شنو دوزنا وعطينا كارت بلونش للحكومة أغلبية ومعارضة ونقدر ندخل معاك في 24 وفي الدستورية وفي الحقوق والحريات. ولكن المغاربة كلهم كيتذكروا واحد الكلمة قالها سيد وزير الداخلية على الهواء قال لنا عمرنا احنا المغاربة ما كنا محتاجين بعضياتنا بحال اليوم. وأطرات هذه في البرلمان وأطرات في المغاربة. أنا اللي باغي نسولك السيد الوزير في إطار التضامن الحكومي واش باقي معنا على الكلمة؟ واش باقي محتاجين لبعضياتنا كاملين ولا محتاجين غير الشركات؟ القانون المالية اللي جبتها السيد الوزير محتاجين غير الشركات، محتاجين غير المنعشين العقاريين، محتاجين غير دافعي الضرائب. أما هذيك الملايين الأخرى ديال الدراواش وديال القطاع الغير المهيكل محتاجينهم غير نقولوا لهم جلسوا في الدار. راه ما احتاجناهمش أنا، راه ما لقيتش شي إجراء فيهم هاد الناس. ربما غادي يخرجوا المغاربة غدا ولا بعد غدا يقولوا لجنة اليقظة الاقتصادية أرحم علينا من الحكومة السياسية والبرلمان السياسي. يلا تكون عندنا جرأة اليوم. ها هو غير الدفعة الثالثة من ديك 800 درهم و 2200 درهم 1200 درهم. يلا نديروا مادة. مادة في هذا القانون المالي أنا مستعد نصوت لكم بالعشرة على كل شيء. نعطوا لهاد الناس غير واحد شهرين ولا ثلاث شهور في هذا العيد الكبير وفي هذه الميزانية الكحلة اللي ضرباهم. مادة. شحال غتكلفنا؟ 10 12 مليار 15 20 غنعطوكم منين تجبدوها عند شركة الاتصالات عند الأبناك هزيتوها على الكريدي في أش غيوقع؟ وصلتوا 700 مليار. إلا كانت 720 اش غيوقع؟ كانت 730 اش غيوقع؟ غتحركوا الاقتصاد غتعاودوا تشدوا شوية ديال اللطيفية غادي تروجوا الحركة. ولكن كنظن ما كايناش جرأة. ربما كما قلت الحكومة ولات كتابة الضبط حتى هذا البرلمان الطريقة باش كنشتغلوا غادي نولوا بيروتكيليزاسيون سي تو. قانون المالية ما جبتوش حاجة كتقولوا القطاعات الاجتماعية. حنا غنديروا القطاعات الاجتماعية. أول حاجة كتهم المواطن هو التعليم. ودابا مع إلا استمرت كوفيد الله يستر حنا هذوك العالم القروي كنتو دايرين لنا التزام حكومي غتكون عندنا 38% ديال الأمية. إلا بقات هكا راه غادي نوصلوا 50. راه الدراري وليداتنا في العروبية راه ما قراو حتى حاجة. راه ما كاين لا عن بعد لا عن قرب. راه إلا قراو وليدات البريفي والبريفي قراو حتى هما في تمارة الجهاز التنظيمي الحكومة اللي خصها تنظم قطاع. أنا بغيت غير نفهم حكومة جات طلعت لقات سيارات التعليم كلهم خربط ودارت واحد القانون لسيارات التعليم في علاقة مول المدرسة مع المواطن شحال غيخلص شحال من ساعة غادي يقرا شحال غادي يدير كلشي تبطاطو. والقطاع التعليم الخصوصي فيه واحد المليون ونص ولا ما عرفت شحال من دري كيقرا ولات كتفك مشاكلو في المحكمة دروك المحكمة الإدارية. دري غادي مع الأستاذ ديالو والمدير ديالو غادي معاه للمحكمة. فين هي هاد الحكومة؟ ما تقدرش دير قانون تنظم العلاقة التعاقدية ما بين القطاع الخاص والأسر. الصحة
ربما راه هاد كوفيد راه الناس مساكنه على عدد الوفيات ديال الشيء الاخر. الصحه والله انا ما تقدر نهضر، غير البارحه انا كنهضر مع الناس شي شوا غير العقرب دابا قتل عباد الله. باقي القطاع المهيكل جبتو السيد وزير الفلاح الصغير، الناس كيقول لك الخضره رخيصه ما كايناش فلوس، ما قدروش يقولوا لكم لو طو دانفلاسيون. علاش؟ لانه كاينه لا ديفلاسيون في البروميير برودوي اليمونتير. الناس كلشي رخيص، مالي الدجاج كلا والكاوي، مالي اللحم وكذلك، مالي الخضره واكلين العصا، الفلاح واكل العصا لواحد الدرجه ما كتصورش. المواطن بيان سور قاضي الغرض. الصناعه التقليديه سيدي اش درتي لها سيدي الوزير؟ قلتي له الصناعه التقليديه عطيه غير 15000 ولا 20000 درهم يخلصها على 5 سنين ولا 6 سنين غير يتمعش. اش غادي دير له 1000 درهم ولا 1200 درهم؟ باش غيخلص الضو؟ باش غيخلص الماء؟ باش غادي يخلص السجل الاجتماعي الموحد اللي يسولون عليه الاخوان ربما بانني رئيس لجنه الداخليه؟ انا كنت كثار منكم مدفن. راه السجل الاجتماعي القانون اللي جاب لنا الحكومه اليوم انا غنمثلو المغاربه بصير بحال شي واحد باغي يصيب يبني شي عقار ومشى يدفع صيب البلان باش يدفع الرخصه باش يكمل هذاك العقار. يعني اليوم الله يدفعوا الرخصه ومني غتخرج من البرلمان في هاد 20 الله الشهر عاد غادي يبداو البني، والبني غادي يسالوا نهار 2025 غادي يكملوا غير البناء. اما باش ندخلوا البرامج علم الله اش من عام، في حين ان الحكومه نهار جا وسمحوا لي 2013 جات هذه الحكومه السابقه والحاليه قالوا لينا مالي اللي كاتكات الدوله الملاير صندوق المقاصه نزل من 55 مليار، اليوم كنهضروا على 11 العام اللي فات 14 40 مليار قال لك كتمشي في كيدوها مالي الكاتكات. واحد الوقت خرج واحد وزير الناطق الرسمي باسم الحكومه كيقول للمغاربه الدعم المباشر 4 مليون اسره، مليون في الشهر، 1000 درهم في النهار في الشهر. اذا جينا نتحاسبوا مع هذه الحكومه من ديك 2014 فاش قلتوا هذا الكلام خصكم تخلصوا المغاربه بأثر رجعي. لان السي بن كيران ديك النهار ملي خرج لينا حنا المرسوم السي ابو الغالي رئيس جماعه وهاد رؤساء الجماعات اللي هنا خدموا 11 شهر وخرج لهم المرسوم بأثر رجعي كلهم تخلصوا. 2014 التزامات حكوميه بالسجل الاجتماعي والاستهداف والدعم المباشر. راه ما كاينش دعم مباشر عباد الله، راه اللي كيسمعني راه السجل الاجتماعي الموحد ما هو الا اليه تكنولوجيه لضبط العمليه ديال الاستهداف، راه حتى حاجه مازال ما كاينه. قولوا الحكومه السابقه والحكومه الحاليه والبرامج الانتخابيه والبرنامج الحكومي كلشي فيه بانه السجل الاجتماعي والدعم المباشر. انا كنقولها وكنتحمل مسؤوليتي، راه ما كاين حتى شي حاجه. ولكن على الاقل غادي يكون الاستهداف. يعني في هذاك الوقت لانه دابا شفنا في هذا كوفيد بعض الجماعات اللي كانت كدير السياسه بالقصفه وكدير السياسه بالدعم بالعمل الاجتماعي والمصيبه حتى وزاره وزاره التضامن اسميتها هي وزاره التضامن كنتسنى الوزيره ديك النهار تجيب لنا شحال صرفات في هذا كوفيد، جايبه لنا سيت الكترونيك غادي نعطيهم لي كارت ادي ديك الفلوس اللي عندك الا ما صرفتيها في هذا الاسمين انت غتصرفيها وما جاتش درهم. وبعض الجماعات لانه تمنعت جات الداخليه قالت لها ما كاين لا سياسه لا والو اقسم بالله ما صرفوا درهم، كل واحد الحجه اللي دار. واحد التفسير سيدي وزير التوابيت تفهموا ليا وغنرجع للعالم القروي صندوق تنميه العالم القروي بوحدو حيدتي منه 2 مليار فيه 3.5 في القانون الماليه جبتيه قانون الماليه تعطيني فيه 1.5 مليار. وعلى صندوق التنميه الفلاحيه ديال دوك الناس الغلاظ اللي كيدو الدعم علاش خليتو فيه 3.5؟ حيدو اخويا من هذا كردو لهذا اللي غادي يدير الضو ويدير الطريق ويدير في العالم القروي. وهذا الدعم الغليظ السيد الوزير انت غادي نستهدفوه حتى هو، انت غندينوه، انت غادي يكون مقرون بالنتائج. وحنا 1000 درهم و400 درهم و200 درهم التيسير بدينا نديروا لها منظومه ونعرفوها فين مشات وفين جات. ولا كاين الدعم الغليظ حتى هو، راه كاين رجل الاعمال اللي دام المغرب الاخضر ودام التسريع الصناعي ودام الاعفاء الضريبي في العقار ودام العقار العمومي واللي جات كيدي فيها. ما نقدروش نديروا الاستهداف، ما يتعفوش هاد الناس. قضيتي الغرض في الفلاحه ايوا انا دخلتي للصناعه كون راجل راه درتي راس مال. هادشي ما نقدروش تبينوه لينا سيد الوزير، كي غتبين لنا هادوك ميم با 10 مليار كتفرط في الدعم الاجتماعي غادي نقلبو نديرو ليها منظومه كدا كدا، هادو راه قليولين، راه السجل ديالهم ما غاديش ياخذ منا 6 شهور ديال الخدمه.
النقطه الثانيه الجماعات الترابيه حتى هي نفس المشكله السيد الوزير هبطوا ليها لاكاس ديالها 24 مليار يعني نقصتوا 7 مليار والتغذيه كلها بغيت نقصت 17 مليار انا ما بغيتش تفهمي التغذيه كلها نقصت 17 مليار يعني الثلث ديالها وحتى 19 سيبوانو هي الثلث هي 5.6 شي حاجه دابا راه تنقصت 7 وشي حاجه من 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 من, من وهاد الجماعه الترابيه سيد الوزير اش غيكونوا مع الوقت اش غادي يديروا المشاريع اش غادي يحلوا مشاكل الناس اش غيديروا راه الا غادي نسلفوا شي حد نسلفوا الجماعه الترابيه لقاو لهم الحل تسالوهم على عامين على 3 سنين والتفيه اللي طاح اسعار البترول كانت طالعه كانت هابطه يعني الاستيراد عمره ما تحبس الاستهلاك تنقص ولكن الاستيراد كاين لا ديك كتخلص لانه هاد مالي ستاسيونات مالي الشركات الكبرى كلها عمرت اللي عند شي بلاصه عمرها البترول وصل 30 25 دولار يعني عمر لامبورتاسيون ما تحبسات ما يمكنش لا ديك تطيح